بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. طيب، راني في القسم، تلاميذ رامي يكتبوا في القاعدة، كملنا القاعدة رامي يكتبوا فيها. تذكرت فائدة مهمة جدا، هي أن الإنسان في هذه الحياة، كل مسلم في هذه الحياة همه الواحد ولا غايته أن يكون بعيد كل البعد عن الشيطان، ولا يكون في حرز من الشيطان ومن الجن. طيب، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فائدة مهمة، كيف الإنسان يكون بعيد كل البعد عن الشيطان ويكون في حرز من الشيطان ومن الجن. هذا الشيء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا هو شيء خفيف وشيء يسير، طبعا لمن يسره الله تبارك وتعالى عليه. كاين كثير من الناس يحب يقوم يصلي صلاة الفجر، يحب يدير الخير، يحب يواظب على القرآن، لكنه لا يوفق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يوفق. لذلك الإنسان لما ينوي فعل أي شيء من الأشياء يسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير. طيب، هذا الشيء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعدنا ونكون به في حرز من الشيطان ومن الجن، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت له كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه كله. معنى في ذلك اليوم كله لا يقربه شيطان، ويكون في بعد كلي عن الشيطان، ويكون في بعد كلي عن الجن. معناه من أراد أن يبتعد عنه الشيطان ولا يوسوس له الشيطان ولا يقربه حتى الجن، فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. لا تأخذ منك إلا ربما 10 دقائق ولا 15 دقيقة، شيء يسير. ربما بعضنا يجلس أمام التلفاز نصف ساعة ولا بالساعات يتفرج أشياء لا فائدة منها. اغتنم وقتك حتى تكون بعيد كل البعد عن الشيطان، وتكون في حرز من الشيطان، وتكون في حرز من الجن، كذلك من الجن. ذكر بعض الدعاة وبعض المشايخ أنه كان في رقية، كان يرقي بعضهم، ثم تكلم الجني قال: سأخرج منه وأدخل منك. فقال الراقي قال: نعم، أخرج منه وأدخل في أنا في الراقي. ثم أخذ ذلك الجني يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد قلت في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، لذلك لا أستطيع الدخول فيك. لذلك من أراد أن يكون بعيدا كل البعد عن الشيطان، ويكون بعيدا كل البعد عن الجن، ويكون في حرز من الشيطان ومن الجن، فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. وقد بين العلماء أنه لا يشترط التتابع، لا يشترط أنك تقولها متابعة، ممكن أنك تقول فيها عبر زمن متقاطع، غير تتحقق 100 مرة فأنت في حرز من الشيطان وأنت في حرز من الجن، إضافة إلى أن تكتب لك 100 حسنة وتمحى عنك 100 سيئة، ولك أجر تحرير 10 رقاب. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.